زي ما انت شايف بعمل بسكوت الزبده بطعم الريد فيلفت، عندي ابيض بيض وفانيليا، وعندي لبن رايب ولون احمر، وعندي هنا دقيق خد بالك اهو، وبديله ذره ملح، الدقيق بديله ذره ملح وذره بيكربونات صوديوم ومعلقه من الكاكاو عشان تدي اللون المخملي، خد بالك نقطه مهمه جدا، علاقه الكاكاو ده مع اللون الغذائي الاحمر من روبورو مهمه جدا. وعندي الزبده نعمت خالص اهي، قد عندي الابيض بيض والفانيليا، الابيض بيض والفانيليا، وانعمهم خالص مع بعض. وبعد ما تخلص عندي العجين ثلاث عجاين هبدا افرد واقطع معاكي وتشوف التفاصيل والحركات والتكات يا عم حسن. اهم حاجه ندخليهم التلاجه ياخدوا تجميد عشان لما نيجي نفردهم. وعندي هنا الزبده نعمت مع السكر مع الابيض بيض مع الفانيليا كويس. اروح جايه يا حسني جايبه اللبن الرايب ومديله اللون الغذائي، والدقيق انا اديته الكاكاو والملح وبيكربونات الصوديوم عشان تديني الطعم. تعالى هنا بعد ما نعمل ده كده اروح جايه منزله اللون الغذائي المارلبورو مع اللبن الرايب واللون غذائي مصرح بيه من وزاره الصحه، خدي بالك في التركات ده. وبعد ما نعمت عندي الزبده كده يا حسني خالص مع السكر ومع الابيض بيض والفانيليا هنزل عليها باللبن الرايب واحده واحده. اللون بقى فاتح اهو، لكن لما انت هتشوفيه دلوقتي مع الكاكاو بعد ما نضيف له الكاكاو هيبقى لون تاني خالص، خدي بالك من التركه دي. اتاكد ان الخليط بقى كريمي، واجيب الجناب بتاعته المكنه، والدقيق اضيف الدقيق اللي انا اديته كاكاو وبيكربونات صوديوم وسنه ملح، خدي بالك كل حاجه لها معادله، مش اي حاجه في اي حاجه. اروح جايه جايبه الجناب بتاعتي واروح جايه ضايفه الدقيق اللي فيه الكاكاو وبيكربونات الصوديوم والملح مره واحده كده، واروح جايه ممشيه المكنه على الهادي عشان ما تعملش عرق معايا، اول ما يختفي الدقيق خلاص عشان اما اجي افردها ما تقطمش معايا وتعمل معايا عرق، خدي بالك من التركه دي. كده جاهزه البسكوته، هنبدا نطلع بقى البسكوتات، وزي ما انت شايف القطاعات، والقطاعات حسني جابها لك اهو، هقطع بيها كل شكل فانيليا او شوكولاته او ريد فيلفت بكل شكل، وهحشيها من جوه مربى وهديها من فوق سكر بودره. بص العجينه عامله ازاي يا عم حسني، بتقول لك يا تركاتها يا حركاتها يا تفاصيلها. وبعد كده بضغط عليها بكيس كده وبدخلها الثلاجه عشان نبدا نفرد ونشوف التفاصيل والحركات، ونسويهم على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه عشان يبقوا كريسبي. بعد ما بردوا يا حسني تعالى كده اما نشوف، ادي الفانيليا والشوكولاته والريد فيلفت القاعده، وادي الوش. الوش اعمل فيه ايه بقى؟ بص يا عم حسني ادي له سكر بودره، زي ما انت شايف كده بدرت السكر، واكون جايبه مربة مشمش ومربة فراولة، عشان ابدا احط هنا للريد فيلفت مربى فراوله، وابدا اخد الوش اغطي بيه، وهكذا هعمل في الفانيليا، وهكذا هعمل في الشوكولاته. اما هنا هدي مربى مشمش بنفس الطريقه اهو، يا جمالك يا حسن، واروح جايبه
اما الشوكولاته فهديها فراوله. واجيب الوش بتاعها اعملها. ولكن ام عمر وام معاذ عملتها بدون مربى وبدون سكر، خدي بالك. لكن الشيف حسن بيعمل تريكات وحركات زي ما انت عايزه، تعمل اللي انت عايزاه. تعالى شوف يا عم حسني وعيش وعايش كل الساده مشاهدينا